اخواني اخواتي الزملاء، اليوم كما كان منتظر تم التنصيب بين قوسين رئيس مؤقت بقوه الدستور كما كان يقول رئيس الاركان وبتطبيق الماده 102. اتضح الامر اليوم انه خداع سياسي. هذا خداع سياسي باتم معنى الكلمه. وانا شخصيا وفي كثير من المرات كنت اقول ان تطبيق المادة 102 هو ضد الحراك، لأنه يؤسس لعملية سياسية التي تعيد إنتاج هذه العصابة، هذه المنظومة السياسية الفاشلة. أكيد أن ترحيل بوتفليقة أو بالصيغة القانونية التي أرادها قائد الأركان وأرادتها المنظومة السياسية كأنها استقالة تؤدي حتما إلى غلق اللعبة السياسية، محاولة إفشال الحراك بغلق على كل ما حدث من هبة شبانية، من إبداع سياسي، من زخم وتعبئة قوية للشعب الجزائري الذي نزل بالملايين، ومحاولة غلق على هذا الحراك بمادة دستورية تجاوزها الزمن، لأن كانت من المفروض أن تطبيق هذه المادة كان يكون في 2014، ثم أرادت العصابة أن تحول محتوى هذا القانون إلى يعني أداة أو وسيلة لإعادة ترتيب أمورها من الداخل. سمعت خطاب بن صالح، هو خطاب قديم، هو يعني أسلوب ركيك، هو رنة الموتى، يعني رنة الموتى. ونحن نعلم أن بن صالح من بين الرموز القديمة الفاسدة لهذا النظام منذ 94، وأول مرة رأينا هذا الرجل على مستوى مسؤوليات سياسية كان ترأس الهيئة الوطنية الانتقالية، بعد عقود يجد نفسه معين في نفس المصطلحات، في نفس المشاكل التي تعيشها البلاد، التي كانت أصلا نتاج هذه المنظومة التي أدت بالبلاد إلى ما نحن عليه اليوم. إذن في آخر المطاف نحن مستمرون في النضال، نحن صامدون أمام هذه المناورات ومحاولة إفشال الحراك، نحن مقاومون لأن نعلم أن هذا النظام قد يحاول بكل أساليبه، بكل خداعه، بكل وسائله وبكل مؤسساته أنه يعني يحاول أن يفشل هذا الحراك. إذن أكيد أن مواصلة النضال هي مسؤولية تاريخية، هي مسؤولية أخلاقية، هي مسؤولية سياسية. هو ينسجم مع روح هذا الحراك، لأن هذا الحراك خرج ليس فقط من أجل إزاحة الرئيس، بل من أجل إزاحة كل العصابة وقيام دولة ديمقراطية اجتماعية يحكم فيها القانون، دولة يتميز ويتمتع بها المواطن بكامل حقوقه وحرياته، دولة يعني يكون فيها الشعب هو السيد وهو الذي يقرر وهو الذي يراقب. إذن أنا أوجه ندائي لكل الجزائريين والجزائريات، إلا كل الشرفاء وأحرار هذا الوطن، أنهم يتصدوا بالمرصاد بقوة لهذه المناورة، لكي نفشل كل هذا المخطط، كل هذه العملية المغلطة والمغرضة، لكي يبقى الحراك، يبقى النضال، ولنؤسس لهذه الدولة التي نحلم بها الجزائر الجديدة، جزائر الحريات وجزائر الحقوق، جزائر القانون، جزائر لا وجود فيها ولا لعصابة ولا لفساد ولا لمنظومة سياسية التي أدت بهذه البلاد إلى كل هذا الخراب.